13 نوفمبر 2002 يعني مضى 19 عام على رحيل أسطورة أوروغواي إخوان ألبرتو سيكيافينو بطل كأس العالم 1950 كأس العالم الشهير في البرازيل نجم الميلان ونجم روما السابق بعمر 77 سنة. ويعد ألبرتو سيكيافينو أحد أساطير منتخب أوروغواي وكان أحد العناصر البارزة اللي ساهمت بتتويج سيليستي بلقب مونديال البرازيل الشهير واللي كان يلقب بالماراكانزو تم تلقيبه بعدين بلقب بيبي وهو من أحرز هدف التعادل في مرمى البرازيل على بربوسا بنهائي البطولة اللي انتهى لصالح بلاده 2-1 كثاني لقب لهم ملعب ماراكانا بحضور 200 ألف متفرج كرقم قياسي لحضور النهائي حتى يومنا هذا. طبعا كل فريق أسطورة يتباهون فيها من إنجازاتها إلى مهاراتها إلى كل ما تحمله تلك الأسطورة من معنى. مثل الأرجنتين كانت تتباهون بمارادونا ولا زالوا يتباهون مارادونا والبرازيل يتباهون بالجوهرة بيلي. منتخب الأوروغواي كانوا يفتخرون بسيكيافينو المولود في مدينة مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي. كان لاعب مهاجم حر حسب التكتيك القديم يعني خلف المهاجمين وكان هداف وصانع ألعاب. كانت بدايته سنة 43 مع نادي بينارول الأوروغواياني اللي استمر معاه لسنة 54 وحقق معاه 4 دوري ثم انتقل إلى أوروبا مع الميلان واستمر مع الميلان 6 مواسم وشارك في 149 مباراة سجل خلالها 47 هدف وحقق 3 سكوديتو ثم انتقل إلى العاصمة روما مع فريق الذئاب ولعب معاهم 2 موسم وأعلن اعتزاله. للعلم هو مثل منتخب إيطاليا لمدة 4 سنوات من 54 إلى 58 شارك خلال ال4 سنوات ب4 مباريات بس بسبب أصول جدة من الأب اللي انحدر من مدينة جنوة الإيطالية. نوفمبر 2017 في مثل هاليوم إيطاليا تغيب عن كأس العالم 2018 بروسيا لأول مرة من 60 سنة بعد التعادل سلبيا مع ضيفتها السويد في سانسيرو أمام 74 ألف متفرج بإياب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018. بهالنتيجة عاد منتخب السويد إلى المونديال للمرة الأولى من 12 سنة بعد آخر مشاركة له في نسخة 2006 بألمانيا. المنتخب السويدي كان فايز على الأزوري بهدف نظيف في مباراة الذهاب في العاصمة ستوكهولم قبل هذا اللقاء ب4 أيام ليتفوق بمجموع المباراتين. على مدار 20 نسخة سابقة من بطولات كأس العالم ما خاض الأزوري النسخة الأولى اللي استضافتها أوروغواي 1930 وفشل في التأهل للبطولة مرة واحدة بس وكانت في 1958 وللمصادفة كانت تلك البطولة في السويد. شارك المنتخب الإيطالي في 18 نسخة من كأس العالم وتوج 4 مرات عام 34 كثاني نسخة 38 نسخة الثالثة و82 في إسبانيا اللي شارك فيها منتخب الكويت و2006 كآخر النسخ وحل وصيف في 2 مرات سنة 70 و94 أمام البرازيل والكل يذكر هالمرتين وبرونزية مرة واحدة بس سنة 90 اللي نظمتها إيطاليا نفسها. وبات المنتخب الإيطالي هو الوحيد من الأبطال السابقين لكأس العالم اللي غاب عن مونديال روسيا بعد وصول جميع الأبطال السابقين للبطولة وهم البرازيل وألمانيا والأرجنتين وأوروغواي وإنجلترا وأسبانيا بالإضافة إلى فرنسا.
وعقب المباراة أعلن حارس مرمى إيطاليا المخضرم جان لويجي بوفون اعتزال اللعب دولياً بعد الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وما انكتب لصاحب 39 سنة المشاركة السادسة له. وكلنا أيضاً نذكر دموع بوفون في ذلك اللقاء والتصريح ما بعد المباراة. لم يشفع الاستحواذ على الكرة اللي وصل إلى 75% للإيطاليين في المباراة، وما كفت 23 فرصة على المرمى السويدي تسجيل هدف الأمل، فضاع الأمل. تم التعويض بتحقيق بطولة يورو 2020 بعد غياب 52 سنة اللي خسر نهائيها مرتين، سنة 2000 أمام فرنسا وسنة 2012 بإذلال أمام إسبانيا. November 13, 1982 ألان رودنكام سيمونسن هو لاعب دنماركي سابق، لعب بشكل بارز كمهاجم، لعب لنادي فيجيل بروسيا مونشن غلادباخ برشلونة وتشارلتون، فاز بالاتحاد كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس سنة 82. يعتبر سيمونسن هو اللاعب الوحيد اللي سجل في نهائيات كأس أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس. حصل سيمونسن على لقب أفضل لاعب في أوروبا سنة 77 اللي هي البالندور اللي كانت مقصورة على أوروبا، الحين صارت على العالم كله، وطبعاً ما يأخذها إلا لاعب يلعب في أوروبا. بالنسبة للمنتخب الدنماركي لعب سيمونسن 55 مباراة وسجل 20 هدف. مثل الدنمارك في الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 72 ويورو 84 ومونديال 86. خاض ألان سيمونسن أول لقاء له مع نادي تشارلتون بالدرجة الثانية، وكان أول ظهور له في مثل هاليوم قبل 39 سنة مع تشارلتون ضد ميدلسبورغ. لما وقع برشلونة الإسباني سنة 82 مع دييغو أرماندو مارادونا، كان لا يسمح وقتها بإشراك أكثر من لاعبين أجنبيين من خارج القارة الأوروبية في الملعب، كان عليه التنافس مع مارادونا وبرنارد شوستر للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. اعتبرها سيمونسن إهانة شخصية وطلب من إدارة البرسا إلغاء عقده في أكتوبر 82. انتقل إلى تشارلتون أثليتيك واللي لعب وقتها بالدرجة الثانية للدوري الإنجليزي مقابل 300,000 جنيه استرليني في الوقت نفسه. رفض سيمونسن عروض من ريال مدريد وتوتنهام وقرر اللعب في نادي يكون ضغط فيه أقل على اللاعبين، على الرغم من تسجيله 9 أهداف في 9 مباريات، يعني معدل هدف في كل مباراة، إلا أن بعد 3 شهور واجه النادي مشاكل مالية في دفع الرواتب، وتم طرح سيمونسن للبيع سنة 83، فعاد لنادي اللي بدأ فيه نادي فيجيل الدنماركي.